البلاغة أن تظهر المعنى صحيحة واللفظ فصيحة، وهذا يصدق على قول الشاعر أبي العالية الرياحي. اسمع ما قال: إذا أنا لم أشكر على الخير أهله، ولم أذمم الجبس اللئيم المذمما، ففيما عرفت الخير والشر باسمه، وشق لي الله المسامع والفم. ما معنى كلمة جبس؟ الجبس اللئيم المذموم الثقيل الظل. وكيف عرفت؟ لأن الشاعر نفسه يقول الجبس اللئيم المذمم. بلاغة الشاعر جعلتني أعرف الجواب من السؤال نفسه. وجوابك صحيح وتستحق الجائزة. ما رأيك بسؤال ثاني؟ مستعد. هل تحب شعر كثير عزة؟ إن شعره جميل ولطيف. إذن فاسمع من شعر كثير عزة هذين البيتين: فيا عزة إن واش وشى بي عندكم، فلا تكرميه أن تقولي له أهلا، كما لو وشى واش بعزة عندنا، لقلنا تزحزح لا قريبا ولا سهلا. لا قريبا، كيف نعرب قريبا؟ مثل ما نعرب أهلا وسهلا. أهلا مفعول به لفعل محذوف تقديره حللت أهلا. الصواب لقيت أهلا. وسهلا مفعول به لفعل محذوف تقديره نزلت سهلا. وكذلك قوله لا قريبا مفعول به لفعل محذوف تقديره لا نزلت قريبا منا. صح. أحسن.